حتى الآن لا يوجد أي حالة اشتباه بين القادمين إلى المحافظة. في حالة اكتشاف أي حالة هنالك لجنة طوارئ مكونة من وكيل محافظة تعز والجهات المعنية سوف تقوم بعملية حجر وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي اشتبه أنها مصابة بكورونا. الآن التوجه هو في 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 إطار أن نقلل الازدحام كمرحلة أولى، وأن يزيد تركيز الجهد في الإجراءات على المعابر والمنافذ ومداخل المدينة، إجراءات الفحص وإجراءات التأكد من سلامة الوافدين.